مساء الخير لكل المشاهدين وين ما كانوا وبلشوا يتابعوا حلقه النشر لليله. فصح مجيد وينعاد على الجميع، واحلى شيء لما يكون العيد موحد، احلى شيء لما نعيد كلنا مع بعض بدون تفرقه طائفيه ومين حساباته افضل. ورغم كل شيء عم نعيشه بالبلد الصعب، ان كان الجرائم بالجمله او الاحداث بالجمله او المشاكل بالجمله، بضل الشخص اللي عنده عزيمه وامل ما بيفقد الامل ابدا، ويمكن متكال عليه انه يقدر يصلح المسارات بالاخر. بالبرنامج بجهد كبير دائما بنحاول احيان انه نلاقي اخبار مفرحه، بس لكن للاسف بما انه البرامج هي صورة عن البلد أحيان أو مرآة للأحداث الموجودة واللي طاغي عليها أمور ومشاكل كتير، نضطر أن نعالجها بشكل أو بآخر ونجرب نلاقي إيجابيات فيها، أن يمكن نوعي بعض الناس من خلال ضيوفنا والاختصاصيين اللي نستضيفهم أو الحالات اللي بتعيش هيدي المآسة، وبركي هذا الشيء بجنب ناس كتير مآسة مماثلة. هالأسبوع كنت حابة أحكي عن شغلة محددة، رغم أنه الجرائم كلها منتشرة واليوم كمان رح نناقش موضوع جريمة إب الياس اللي صارت فجر اليوم، بس حبيت أحكي عن ظاهرة هيك تثير القرف أحيان بالشيء اللي منعيشه، وهي انتشار الفيديوهات الجنسية اللي بتتاخد لأشخاص مش عارفين أنه هن عم يتصوروا. يعني شاب وصبية أحيان بيكونوا بأوضاع مش مقبولة، ما بدي أقعد حاسبهم شو عم يعملوا، بس الشخص كمان اللي بيتفضى أنه يصور هيدي الوضعية وأنه ينشرها بكل المحلات، يعني بيطلع الكاميرا وصور وبعت الصورة، ظواهر مخيفة ووقحة ومريضة ولازم عن جد تتجرم، لأنه دايما ننسى أنه مين كان خلف هالفيديو اللي عم نشوفه، والأشخاص عم بيعرضهم للانتحار والاكتئاب إذا شافوا حالهم بأوضاع ما توقعوا أنه حدا يكون شايفهم فيها. فما بعرف كيف فيها السلطة تتدخل بهيدي المسألة لإحاطة بهيدي المسائل، لأنها عم تزيد كتير وعم تصير فعلا كتير مقرفة. يمكن أحيانا مسموح استعمال الكاميرات الخفية لما من نثبت شيء على صاحب سلطة مسنود ما في طريقة تانية نثبت عليه، أو لمتحرش بأطفال ما في طريقة نثبت عليه الجرم، بس بأمور العلاقة بأشخاص اثنيناتهم راضين عنا بتصور ممنوع التدخل بهالمحل. حمل الكاميرات على الشباب والصبايا والرجال والستات وبوست دغري، ما بعرف وين الشطارة. خلينا نبلش حلقتنا اليوم اللي عامرة أكيد بكتير من الأمور والمشاكل وكمان بالإشياء اللي فيها نقاش قد تصل إلى إيجابيات. الليلة رح نبدأ موضوعنا بموضوع انتحار صبية عمرها 12 سنة، براءة اللي أهلها بيقولوا أنه علاماتها كتير منيحة وأنه كل شيء طبيعي بحياتها، فجأة قررت ترمي حالها عن سطح المبنى. شو يلي صار بالتحديد وشو قصة الرسائل اللي وجدت بشنتتها؟ خلينا نشوف الريبورتاج ونستقبل ضيوفنا. بس هيدا هو الحرف، مستحيل تقدر، مستحيل تقدر تطلع وتصير من برا متنتلي حالك، مستحيل. شوف حتى شوف كيف أنا أمّا لبراء السيد اللي قالوا إنّا انتحرت، ما بظن إنّا انتحرت. أنا هشام، كون عمّا جوز أمّا لبراء، مش بيا، بس ما حدا بيعرفني إلا بيا أبداً لبراء. براء أنا مربّاها لبراء، براء عشنا عندي كان عمرها 3 سنين، هلا عمرها 12 سنة. يعني براء يعني حياة دهري ما معيط علي قد ما أنا مهزلي ومثالية، يعني أنا يمكن شهادتي مجروحة. براء كان عمرها 12 سنة، طلعت براء من البيت عادي، وردت الباب وراها، وأنا قاعدة جوا أنا وأبوها. بنسمع خبطة كتير قوية وعم بيقولوا بنت وقعت. طلعت أنا وأبوها على البلكون وشفت مريولة وشعراتها وعرفت إنها براءة، ونزلنا لتحت والعالم صارت تقول إنه بنتك منيحة لأنه أنا ما فيني قربت، ما فيني شفتها. وقت أخذوها على المستشفى إجت هيدي البنت عمرها 10 سنين وقالت لي أنا شفت بنتك ما وقعت، حدا كان كمشة بإيدي وكبها. أنا وراحة على المدرسة شفت براءة دقت كتفي بكتفة، قلت لها وين طالعة؟ قالت لي طالعة زبط المي ودلت نازلة، وأنا نازلة حكتني الماما وقال الشوفير إنه البنت رح توقع، طلعت لفوق شفت عم ترجع تطلع وزحت صبة طوعي.
فيني اقراها خلص. بعد الوفاة بيومين صرت بدي اشوف بنتي شو في بهالشنطة تبعيتها، شو تركت لي، بركي تركت لي شي ورقة، صرت خاف. فتحت الشنطة ونبشت فيها لقيت ورقتين من اللي مواصلت لها اياهم سمية، مواصلت لها رسالة حب من هيدا خالد، ورسالة فيها انه ما تخافي من بلال وما بعرف، ونحن هيدا بلال ما بنعرف مينه بعد، يعني سمية بعرفتها مع بالمدرسة وخالد معه، بس هيدا بلال ما بنعرفه. ليش كاتب لها ما تخافي منه؟ ليش كان بده شو مفكر يعمل او شو خايفة منه؟ وقدمتهم للتحقيق، طلعوا مسكر الملف. كرمال هيك كلمه عم تزيد الشكوك عندي اكثر واكثر، انه ورا بنتي في سر، والمدرسه بتعرفه ورفيقه بتعرفه. لهالموضوع معنا ست فاطمه، وست فاطمه بتكون جدتها لبراءة الله يرحمها تعيش، وراح يكون معنا كمان صديقه لبراءة خالد، وراح يكون معنا كمان دكتور مارسيل عبد الله كمان لاختصاصي بعلم النفس لنبحث هالموضوع من جوانب كاملة. خليني بلش معك ست فاطمة، يعني براءة ما كان عليها أي إشارات زعل اكتئاب آخر فترة؟ تحكي لي كل شيء، ما لنا عن الحاجز بينه وبيننا، لو ما حكت لأمها بس لقلي أنا بتحكي لي. حتى وقت حكيها خالد قالت لي. قالت لك شو؟ قالت لي انه في بنت تايته، وقالت لي انه بدك في واحد بدك تحكي معه. انا طلعت بس قلت له البابا بيعيط علي ما بيحكي معه اكبر مني. هو خالد معه بالصف؟ لا بالمدرسه بس أكبر. هو بالبريفي هو أكبر. والبنت كبيره اللي عم تودي لها رسائل. حفوت بحديث صديقتها وخالد، بس كنت بدي اعرف قبل انه يعني كان في زياره بينكم وبين الاداره من شهر تقريبا. من اسبوع. شو كان محورها هالزياره؟ محورها انه بعت لابوها قال له انه بنتك كثير مهذبه، وهيدي البنت ما بدنا نحكي شي عاطل عن الناس، بس هو هيك قال المدير انه بعدوها عنا، بس هو مطلوب منه اذا في اي اشاره على بنت ما بيخليها بالمدرسه بين البنات العاقلين. يعني المدير بعت وراكم لقلكم بعده بنتكم عن حدا؟ ايه بعدوه عن هيدي البنت لانه بدها تعرفها على شاب وبنتكم كثير مهذبه. والمدير كان عارف هيدا الشيء؟ ايه. طب وليش ما تدخل هو؟ النظره اللي حكيت، وابوه قال له انا ما بأنبها لانه هي خلص ما حكيت قدامها، هي فهمت الموضوع وانتهى. طيب لما رجعتوا على البيت وصار في جلسه مع براءة حول هيدا الموضوع وانقال انه المدرسه هيك قالت؟ انا حكيتها انا وخاله، هو رفيقه وخاله، مشان ما حدا يحكي معها بالبيت. قالت لي ماما حكيها لبراءة غلطت، انا جيت قعدتها وكنا عزمتني هي، قالت لي تايتا طلعي اتغدى انا وياكي. قلت لها ايه، قلت لها براءة نحن تايتا ما عندنا هالامور، هي ساكي صغيره وعيب ونحن ما بنعمل هالشغلات. زعلت هي شوي، بعدين صرت ضحكت، اخذتها على السوق وكزرتها وجبت لها اغراض. قالت لي تايتا ما قاعده، بس هي البنت ضلت مصره تضلها حواليا، حتى رفقاتي انا بسال من بعيد لبعيد عنها، بضلني بتطمن مخاف عليها كثير. حياتها مع اصحابها طبيعيه وعندها اصحاب كثير طبيعيه؟ بتجي كانت لعندها على البيت هيدي الصبيه؟ لا نحن ما بنخلي حدا يجي لعندها على البيت ولا تروح عند حدا، لانه عندها نحن حواليا بس عائله، نحن كبيره اخوالها يعني ونحن. طيب لشو وصل التحقيق بالاخر؟ ما حققوا شيء ولا اي شيء. كانت امها كثير متضايقه ومجروحه وبنتها بالارض، اصلا ما كنا عارفين انه البنت ميته. جيت لقيتها انا، قالوا لي انه روحي من المستشفى لانه كنت كثير تعبانه. جيت على البيت ما لقيت بنتي بالبيت، لقيتها بالمخفر. قلت انه كيف بياخذوها دغري على المخفر، ليش ولا ياخذوها هلا؟ لقيته عم بيكتب لحاله وبيقول لها انه لحقي حالك لانه بنتك انه يمكن يعني ما حدا اجى حقها رسم الموقع يعني اللي هي وقعت فيه رمزي يعني. لا 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 ولا سالوا حتى ولا عمه يعني سالوه، ولا جاره ولا جار ولا حدا ابدا ابدا يعني. الملف دغري تسكر وتقفل الملف دغري دغري ساعة. طيب في رسائل انوجدت بقلب ال ايه نحن صرنا ننبش يعني. اما قالت من خوفها انه تكون بنتها انتحرت مثل ما عم بيقولوا، صارت تبرم عجي انه بدها تنتحر بتحط ورقه، هي بتحب امها كثير متعلقه بامها. قالت لي بدي بس انه خايفه تكون انتحرت مثل ما عم بيحكوا. انه لقينا شيء ثاني تفاجئنا لقيتها صراحة. لقينا رسائل من خالد لإلها،
ولقينا في رسالة تهديد، وخالد بقول لها أنا رديت واحد اسمه بلال عنك. وما نعرف هيدا بلال مين؟ هلا هو خالد بيعرف مين وبيعرف البنت، وفي اتصال بين خالد والبنت ونحن عم نشوف يعني. طيب خليني اروح لعند خالد اساله، يعني خالد اكيد باذن من اهله هو موجود وباصرار من اهله هو موجود معنا اليوم. خالد نعم، خليني اسالك يعني شو سر هالرساله اللي انت عم بتقول انه انت قلت لها ما تعتلي هم، يعني فسر هيدا الشيء لانه اهلها قلقانين وبدهم يعرفوا شو التفاصيل ومين بلال. هلا انا اول ما بلشت العلاقه مع براءة بعثت لها رساله مع سميه، كتبت لها فيها انه معجب وهيك. تاني يوم براءة بترد لي الرساله كمان مع سميه، بترد رساله بتكتب فيها وانا كمان معجبه فيك. ام بنفس انتوا مع بعض بنفس المدرسه بس بغير صف، يعني انت عمرك 17 سنه؟ ايه ايه، وهي عمرها 12 سنه. نعم. تاني يوم بيجي لعندي بلال الصبح، بيكمشني من كنستي وبيقول لي بعد عن براءة لانه انا بحكي معه. بس قبل ما اسال، مين بلال؟ بلال معكم بالمدرسه ولا بلال معنا بالمدرسه؟ ايه ايه. واجا لعندك وقال لك هيك؟ اجا لعندي قال لي بعد عن براءة انا بحكي معه. طيب قام انا قلت له ما حبعد عنها لانه هي ما بتحبك، لانه براءة كانت قايلت لي انه انا بخاف منه كثير وما بحبه. مظبوط. والشهود على الحكي، كان الحكي على الواتساب قايلت لي براءة انه انا كثير بخاف من بلال وبعد عنه ما تمشي معه. طب وليش ما قلت لها تقول لاهلها انه خايفه من بلال؟ هي براءة كانت تقول لي انا بقول كل شيء لاهلي. حتى انا لما عم بحكي معها كمان اهلها بيعرفوا. نعم. ايه بيعرفوا كل شيء. وفي يوم براءة قالت لي بلال كان لحقني على المدخل لعندي. على مدخل البيت؟ على مدخل البيت، براءة هي هيك قالت لي. بلال قد ايه عمره يا خالد؟ حوالي ال 16 15 هيك شيء. نعم. طيب وانت عم تقول انه صار مشكل بينك وبينه، يعني اخر يعني بده يهجم يتهجم علي، كمان في شهود انه هو اللي بده يتهجم علي. يومتها اجى الاستاذ بعدنا، اجى قال لي بلال على جنب، قال لي ما تقول له ما تقول له انه من شان هيدا الموضوع علقت معك. طيب وانت لما قلت لها بقلب الرساله ما تعتلي هم انا حليتها، شو عملت؟ ايه يومتها بلال كان قايل لي قال لي خلص ما عاد قرب على براءة وتتهنوا وهيك ومن هالحكي. قام انا يومتها بعثت لها رساله قلت لها خلص مشي الحال وما بقى تخافي منه وما بقى يقرب عليك ولا شيء. هيدي سر هيدي الرساله. طيب بهالحاله انتم يعني من كلام خالد احنا واضح انه عم نحكي عن جماعه انضاف، يعني عم نحكي مع خالد وعم نحكي عن حب كلنا بريء يعني بصير بهيدا العمر او اعجاب بريء بصير بهذا العمر. بس الحكي مثل ما عم بيقول هو انه بلال يعني كان قبل لما طرد ببنايه قلتوا لاهلها؟ قالت لي ايه. ما جربتوا تحكوا معه لهذا الشاب؟ ما بعرفه يعني انا قلت ولد صغير ماني عارفه قد عمره. طب ليش انتم معتبرين انه في جريمه قتل ورا الموضوع؟ لانه في جريمه قتل، لانه في، لانه بنتنا مستحيل تعمل بحالها هيك. ما لانه عن احنا انه وقت وحده بدها تنتحر بيكون عندها اسباب، هي ما عندها اسباب. بعدين انت ما شفتي ست ريما انه مطرح ما واقع مستحيل تقدر تطلع ايه وتكب حالها، مستحيل. يعني احنا بنتنا حدا حاملها قصدك؟ ايه. طب انه هيدا كله مش التحقيق مفروض يكون ما فتح تحقيق جدي، حتى خالد ما جابوه مع انه ادعينا عليه نحن. حتى البنت كانت غايبه، انا متهمه اكثر شيء البنت لانه كانت غايبه عن المدرسه، البنت من الطبيعيه. البنت معنا على الخط؟ يا شباب سميه معنا على الخط؟ طيب انا بس بدي اقول انه من جديد انه خالد باذن وبطلب من اهله طلع معنا. انا حكيت مع امه لخالد 18 سنه. انا حكيت معه. نعم. وتجاوبت معي وقالت لي بس هو خاف، لاني انا قلت لهم خليه يروح هلا من المدرسه لانه البنت ميتة جديد. بس طب انت طالبه اعاده تحقيق من اول توسيع بالتحقيق بناء على الرسائل وبناء على الكلام اللي عم ينقال هلا بناء على هيدي البنت انه شفوتها ببنتنا هي بعمر وبنتنا بعمر وبناء على النظره انه بنت تعرفوها اخلاق وسلوكها هيك بتخلوها بين البنات. ايه بس هذا شو يعني كيف بينربط بجريمه؟ بينربط بجريمه. وقت انت فوتي على فيسبوك البنت بتعرفي ليش بينربط بجريمه. شو؟ يعني من صورها الشاذه على السطوح عابطه بنات، من سلوكها ما في رفقاتها كلها شباب. كلنا نحن اهل وبنعرف كيف بنربي وبنعرف غيرنا كيف بيربي كمان، نعرف سلوك البنت، نحن مانا جايين
يعني انت عم تقولي انه في حدا قاصد يطلعها على السطح ليسر في حدا عيط لها عن السطح عيط لها عن السطح؟ لانه البنت حاطه شنطتها قدام الباب وراكده عم تضحك وشافتها بنت الجيران. نحن عم نحكي عن شغله انه ايديا كان كلهم زفت. طيب ما وقعت عن السطح، طب ما المفروض بيعلموا مطرح منها كامشه. انا ساعه لافرك ليهم وهي متوفيه ما كانوا يروحوا. طيب ومنين اجى الزفت على ايديا من هون لهون؟ خالد بكلامك مع براءة كانت عم تحكي شيء عن خوف ممكن يوصلها لانه تكره الحياه، قالت شيء بهالمعنى؟ لا ما قلت شيء ابدا، كانت عاديه كثير معي ولا مره قلت لي انه خايفه من شيء. ولا بتخاف من شيء؟ يعني كانت طبيعيه كثير معي، بس هي كانت تتقلي عن بلال كانت تخاف منه كثير وتقلي بعد عنه. هيدا هي اللي كانت تقلي. بس ما في شيء بالايام الاخيره بدل انه هي يعني مضايقه من الحياه؟ لا ابدا. طيب هلا المطلوب انه اعاده فتح التحقيق مثل ما حضرتك عم تقول. لازم لازم، لانه بنت مثل بنتنا اصلا هي بتحب الحياه كثير، وبعدين فنانه. سمية اجت عزت ولا عزت اصلا، الاستاتير اللي حطته بدل ولا عملت حالة ما بتعرفه وقت دقيت لها. طب انا عم هددك وعم اقول لك انه انت بس هي يعني موضوع انه هي بتعرفها على ناس، يعني هي ما بس يمكن ما له علاقه بموضوع، ما بس بنتنا هي بتعرفها على ناس، هي بالمدرسه شغلتها يعني. هي شغلتها بالمدرسه بتعرف شاب على بنت وبنت على شاب وكلهم قالوا هذا الحديث. ايه بس هذا مش مرتبط بقتل يعني. هي عندها حاله نفسيه، بدك تشوفي ليش، بدك تشوفي انت ليش، وبدها تشوف يعني ما الدوله بدها تشوف هاي البنت شو حالتها حتى وصلت لهون. ما انا هذه ما انا شغلتي، انا بحلل شخصيه اللي عندي، البنت اللي عندي قديش مربيه وقديش مهذبه وقديش بتحب الحياه، بس انا ما فيني حلل شخصيه الغير. طيب الله يرحمه. عيش دكتور مارسيل، يعني صرت لعندك بصراحة لما نشوف طفلة بهالعمر. هلا نحن مش مأكدين من موضوع إذا هي وهو انتحار أو هو شيء آخر أو هو جريمة أو هو حادث صار بالغلط حتى بعد نقاش معين مع حدا، بس إذا بدي أحكي بنقطة إنه أنا كيف بدي أنتبه إنه ابني اللي بهالعمر عليه إشارات بتدل إنه بده ينهي حياته. في إشارات كثير. وقبل هو يكون. وقبل السؤال هو لا. الانتحار نوبة؟ يعني ممكن شخص يكون قاعد بيناتنا طبيعي ويقوم بحاله؟ لا، الا هاي. بحالات نادره اذا كان في اضطرابات بالمزاج عند بعض الاشخاص مثل البيبولاريتي، ممكن بحاله ببعض التقلبات يحس حاله بده يقتل حاله، بس هيدي بتكون مؤشراتها واضحه عاده عند الاشخاص. بشكل عام لا، الانتحار ما بيصير فجاه. نعم. انتحار بيكون في تراكم اكيد. نعم. بيكون في مؤشرات وتراكمات عم بتصير عند المراهق وبتخليه يفكر بالانتحار. هلا من المؤشرات اللي فيها تدلنا وتحسسنا انه في شيء غلط، منهم مثلا انه الولد ما بيعود مبسوط، ما بيعود يهتم بالنشاطات اللي كان يعملها اليوميه. نعم. تركيزه ببطل صحيح، ببطل يحس بالالم، في منهم بجرحوا حالهم ببطلوا يحسوا بالالم، هيدي مؤشرات خطيره جدا. اذا ببلش يحكوا مع اهله مثلا، بيوصل لهم رسائل انه انا لشو الحياه، بكره رح تعرفوا قيمتي، رح ريحكم من العذابات والى ما، هو كله مؤشرات بيقدروا يدلوا على انه في مراهق بتخوف، في خطر على حياته. براءة براءة في ابدا. نعم. لا نحن ما عم نحكي عن براءة، بس هي الساعة 8 الى 10 الصبح كان خالصة كل دروسها وعندها امتحان وصلت وطلعت على السطح. صلت واخذت عطتها امها خرجتها وراحت على المدرسه. يعني التفاصيل اللي عاشتها بتعيشها كل يوم مثل عادي. عادي عادي. ما في شيء اصلا، ما في شيء غلط بحياتها، هي كثير بريئه. أنا يعني بتدرس لامتحانات وما بعرف، هي متفوقه. هي متفوقه فوق العادي كمان. بس تنقول شغله بهيدا، انا ما عم بحكي بالموضوع لانه ما بعرف له وقائعه بالضبط ولا بعرف تفاصيله، بس تنحكي كمان الامور مثل ما هي. بحالات من الانتحار بنقدر نشوف هالعلامات ظاهره جدا، وفي بعض الحالات وان كانت قليله ما بيظهر علامات مؤشرات داخليه، بيقدر الشخص يضل عم يتعذب بداخله خاصه بسن المراهقه. المراهقين لما بيتعرضوا لضغط لستريس بجرب يحل مشكلته بطريقه نهائيه، مع انه المشكله بتكون مؤقته، يعني ما بيقدر يحلها، ما بيعرفها. اذا بيقولها لحدا بتقطع 100%. لهالسبب امرار بعطيكي مثلا، يعني اذا الولد تعرض لتحرش جنسي واعتبر انه هيدا التحرش كارثه بحياته، رح تؤدي لفضيحه، رح تسقط صورته والى ما هنالك، ممكن ما يعرف يهضم هالحادثه
ويقدر يلاقي الانتحار ينهي حياته هو هي نعم. الوسيله. بدي بس كلمه اخيره دكتور نعم. لنكونوا كل الاهل يعني عم يستفيدوا من سؤالاتنا ومن الحادث اللي صار اللي بعدنا طبعا نحن كمان بنطالب مع الاهل باعاده فتح التحقيق اذا هذا بيريح او في معطيات معينه حقهم طبعا. نقطه هي انه كيف بخلي اولادي يحكوني كل شيء كل التفاصيل. تقلي كريمه ثبت من خلال كل الدراسات انه الاشخاص اكثر مراهقين هن بعاد عن الانتحار هن الاولاد يلي بيحكوا مع اهلهم كثير، عندهم اصحاب كثير، بيشاركوا بنشاطات اجتماعيه، وبالتالي هودي الاولاد معناتها لما بيختلطوا مع الاشخاص الاخرين قادرين يحكوا عن انفعالاتهم ومشاكلهم بسهوله رح يلاقوا المساعده. وكل ما الولد بيخفي مشاعره ما بيختلط بيكون خجول وبيتركهم جوا كل ما ميال اكثر للانتحار. لهالسبب دور الاهل قد ما بيقدروا يساعدوا ابنهم انه لو شو ما صار نحن حدك. أنا بشكر وجودكم معي وبدي بقول يعني لما نحكي عن حب بهذا العمر بنحكي عن براءة وإعجاب موجود أكيد. بين كل الناس كلنا عندنا أولاد ونعرف هالأعمار نوع نوع يعني الانجذاب اللي بيصير البريء والجميل بس أنا يعني. بدي أقول له للدكتور أنه البنت اللي عندنا هالحالات كلها اللي حكيت عندها عندها الجرأة تحكي لنا كل شيء وعندها دغري عندها أصحاب بتفوت فيهم من بصعوبة وعندها نوع من الحب للحياة ستنا الله يرحمها الله يرحمه. التحقيق اذا انعمل في كثير وسائل بتبين اذا البنت مدفونه ومن حقهم يعني اعاده فتح التحقيق اذا هذا الشيء بيريح وفي معطيات جديده ببين. انا بشكر وجودكم معي خالد بشكر وجودك معي وبشكر اهلك انه سمحوا واصروا انك تكون معنا. مشاهدينا رح نتابع برنامجنا بدي ارجع اقول بس قبل ما نطلع على البريك انه جريمه ابلياس في تضارب كثير بالكلام حوله وفي كثير معلومات متضاربه في كلام عم ينقال انه القصه قصه كوب نسكافيه وفي كلام ثاني عم ينقال انه في مشاده ومشكل صار حتى مش بس له علاقه بهيدي المساله. بريك ونعود وهذا الموضوع رح يكون على طاولتنا الليله.